أقيم تحت رعاية اللواء الركنسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي افتتاح إحدى المنشآت الجديدة وتدشين إحدى المنظومات العسكرية الحديثة منظومة الراجمات والمدافع بالحرس الملكي، وذلك بحضور المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، والذي يأتي تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين. وقد قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح المبنى الجديد وتدشين المنظومة العسكرية الجديدة التي انضمت إلى الحرس الملكي. بعدها استمع سموه إلى إيجاز عن المنظومة الجديدة وما تحتوي عليه من تقنيات حديثة ومتطورة. أوضح سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بهذه المناسبة أن هذه المنظومة ستكون إضافة نوعية بجانب ما يمتلكه الحرس الملكي من المنظومات العسكرية الحديثة والتقنيات المتقدمة والمعدات المتطورة، والتي تسهم بشكل دائم ومستمر في زيادة كفاءة العناصر البشرية ورفع المستوى الاحترافي لها لتأدية كافة المهام والواجبات بأعلى درجات الدقة والمهنية، رفعا لمستوى الأداء والوصول به إلى التميز بهدف مواجهة مختلف التحديات. كما أشاد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالمستوى المتميز الذي يظهر به من سمو الحرس الملكي، معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهود مبذولة من الضباط وضباط الصف والأفراد للارتقاء بالجاهزية القتالية والإدارية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. حضر الافتتاح اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من ضباط الحرس الملكي.